كنا نشتري دستة بخمسين فلس، وهاي الدستة أسترة كان من هذا الإنجليزي. النص موس زينه مرتين وجهه قفة، يعني هاي الصفحة مو زين اليوم ورا ثلاث أيام زين بيها. ماكو مكان ما له علاقة، بس كان من هذا أبو نسميه أبو الكلبشة، إحنا هذا قرطو. مثلا هسه كل بيت تلقى مو اقل من خمس مكاين بما له علاقه، اكثر من ماكينه عندي بالبيت يعني. شحن يمكن اقل شيء ثلاثه عندهم بالبيت خاليهم، يعني هسه بالوقت الحالي من تروح يم الحلاق ما يشتغلك بموس واحد، اقل شيء يشتغلك بثلاث مواسم. يعني هسه الحلاق يقدر يستخدم اكثر من موسه على وجه الزبون، مو مثل السابق يعني اصلا، فاختلفت الامور يعني.